قوي. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. والنهاردة هنعمل أكلتين من أكل زمان، والأكلتين أسهل من بعض. أول حاجة هنعملها النهاردة كفتة السمك، وبعد كده هقولكم على طريقة حلوة قوي للفروت سلاد اللي هي سلطة الفواكه، بس بطريقة هتعجبكم. كفتة السمك من الأكلات أنا بشوف إنها حلوة قوي وسهلة، وتنفع في السحور وتنفع في الفطار، بس أنا بفضل إنها تبقى في الفطار في الحقيقة، عشان أنا دي هنقليها، فمش مستحب قوي إن إحنا نقلي أو ناكل أكل مقلي في السحور علشان ما نعطش تاني يوم. بس في ناس بيصروا يأكلوا أكل مقلي، بس تحري طبعا. طيب هنقول مقادير الكفتة وبعد كده طريقة التحضير. للمقادير هنجيب نص كيلو سمك، أي سمك أنتوا عايزينه، وبيض وبقسماط للتغطية، ومعلقة زبدة، وكوباية بطاطس مسلوقة، وحلقة ليمون للتقديم، وعصير ليمون، وبيضة، وملح، وفلفل. يلا نقولها كمان مرة. نص كيلو سمك، بيض وبقسماط للتغطية، معلقة زبدة، وكوباية بطاطس مسلوقة، وحلقة ليمون للتقديم، وعصير ليمون، وبيضة، وملح، وفلفل. احنا قلنا للتغطية هنجيب بيضة وبقسماط وزيت غزير. نخش بقى طريقة التحضير. هنسلق السمك كويس قوي، وطبعا لو هو مش فيليه هنشيل منه الشوك والجلد، وممكن نجيبه طبعا فيليه وده متوفر في كل حتة، وهنهرسه كويس قوي بالشوكة. هنغسل البطاطس كويس قوي، نسلقها في مية تكون مغلية، نحط معاها ملح عشان تستوي وتبقى طعمها حلو. هنشيل بعد كده القشرة ونهرسها كويس قوي، مش هنعملها زي البطاطس البوري، هنهرسها بس، ونحط معاها الزبدة. هنخلط السمك والبطاطس ونتبل الخليط بالملح والفلفل وعصير الليمون، ونعجن الخليط ببيضة. هنشكل خليط السمك ده على هيئة كور أو مستديرات أو صوابع حسب الرغبة، كل واحد زي ما هو عايز. هنغطي الكفتة بالبيض، بعد كده البقسماط، ونضغط كويس قوي علشان ما يفكش، ممكن نحطها شوية في التلاجة. بعد كده هنطلعها نحطها في زيت غزير هنحمرها فيه يكون بيقدح. هنشيلها بعد كده طبعا ونصفيها على ورقة زبدة او اي ورق علشان الزيت ينزل منها. بشوف انها اكلة حلوة قوي بتتاكل مع اي حاجة، وصحابي الصغيرين بيحبوها جدا كفتة السمك. طيب تعالوا بقى نحلي سلطة فواكه. بصوا هقول لكم على طريقة لذيذة جدا لسلطة الفواكه اللي بتتعمل بالجيلي. بنعمل ايه؟ انتوا هتلاقوا اكياس الجيلي بيكون مثلا مكتوب على الكيس هنحط كوباية مية. احنا عشان نحط كوباية مية احنا هنحط 3 كوبايات مية، وهنسيب باكو الجيلي يغلي على النار كويس جدا، وبعد كده بعد لما يبرد هنقطع فيه موز، فراولة، برتقان، مانجا، كيوي، اي فاكهة تكون قدامكم حطوها مع الجيلي ده، وسيبوه في التلاجة لغاية تاني يوم. لما هتطلعوا هتلاقوا مية، هيبقى يعني مية صيصة كده، مية مش الجيلي مش هيجمد، بس هيبقى فيه طعم حلو قوي. وكمان نسيت اقول لكم، وانتوا بتعملوا الجيلي على النار لما تحطوا باكو الجيلي مثلا مع 3 اضعاف مقدار مية، 3 اضعاف المكتوب على الباكو، هتحطوا كمان شوية سكر، مقدار السكر بيكون قد مقدار الجيلي، وكل الكلام ده هتحطوا في سلطة الفواكه. وبعد كده قبل ما نقدمها هنجيب زبادي، والزبادي ده هنخلط معاه شوية عسل نحل، وهنحطه جنب سلطة الفواكه، بحيث ان اي حد يغرف في طبق او سلطة فواكه ممكن ياخد من مقدار الزبادي اللي بالعسل شوية، وممكن ينكهه بشوية قرفة صغيرين قوي. عايز اقول لكم الطبق ده بيكون طعمه يجنن بعد الفطار، وبالذات بعد الاكلات الدسمة، يعني اي اكلة دسمة لو عملنا بعدها سلطة الفواكه بالجيلي بالزبادي زي ما قلت لكم كده هتتبسطوا جدا، مش هتحسوا باي حموضه. وبالف هنا وشفا، ونكون معاكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا واكل زمان على نجوم فام.